اهلا بيكم معنا في موقع اوكازيون وعوده للزمن الجميل اتاري ماريو سلاحف النينجا والعاب تانيه كتير. النهارده معانا منتج مميز. قبل ما نبدا الفيديو لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. النهارده معانا اتاري اتش دي، منتج مميز وحصري على موقع اوكازيون دوت كوم. طبعا ما فيهوش ماريو بس ولا سلاحف النينجا بس، عليه العاب كتير، عليه حوالي 621 لعبه اتش دي. احنا كان عندنا اتاري سوبر ماريو عادي اللي بيشتغل بوصله الاي في اللي هو الفيديو والاوديو، ولكن النهارده معانا المنتج ده بالعاب مختلفه وبرده لعبه سوبر ماريو ولكن بصيغه الاتش دي، يعني هاي ديفينيشن، يعني هتشوف الصوره عاليه الجوده. العاب زمان هي ولكن بصوره اتش دي، تقدر تشغلها على اي تلفزيون سمارت باي مقاس حتى لغايه 50 بوصه او اكبر من كده، الصوره مش هتاثر معاك ولا الجوده هتقل لانها اتش دي. تعالى نفتح مع بعض البوكس ونشوف التفاصيل ونشوف ايه الالعاب الموجوده معانا النهارده. طبعا رابط الشراء اسفل الفيديو تحت في التعليقات على موقع اوكازيون دوت كوم. التجربه قبل الاستلام، يلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. نفتح مع بعض الصندوق ونشوف محتوياته. زي ما قلنا اتاري اتش دي 621 لعبه، مفيش اي حاجه تانية في البوكس. اول حاجه هنلاقي معانا الجهاز. طبعا الجهاز طبعا ده الشكل، كان في شكل شبه قديم ولكن ده متطور شويه، حجمه اصغر. هنا مفيش شرايط، هو الجهاز نفسه عليه العاب. ده شكل الجهاز. بعد كده بنلاقي كتيب التعليمات او المانيوال، وبعد كده بنلاقي الدراعات. طبعا الدراعات بتكون سلك زي الاتاري بتاع زمان. وبعد كده بتلاقي في الكرتونه من تحت وصله الاتش دي، طبعا الناس كلها عارفاها. وبعد كده بتلاقي الشاحن او الادابتر. دي كده كل المحتويات. خلينا نشوف شكل الجهاز على الطبيعة عامل ازاي. شكل الجهاز على الطبيعة شكله جميل جدا، وطبعا مواكب للعصر اللي احنا فيه ومواكب ان هو اتش دي. طبعا مش بيحتاج شرايط، ودي مقفولة، وهنا ده زرار التشغيل وده زرار الريسيت يعني اعادة التشغيل يعني. وهنا مكان الدراعات ولمبة اشعارات ان الجهاز شغال، بتنور بالاحمر طبعا، وده مكان التهوية. وهنا كاوتشات اللي هي اللي تحت. اما في الظهر هنلاقي مكان مدخل الاتش دي ام اي ومكان الشاحن. بالنسبة طبعا لأبعاد الجهاز، وده طبيعي في كل ريفيوهاتنا عشان تبقى عارف حجم الجهاز قد ايه. العرض حوالي 12 سنتي، اما الطول حوالي 14 سنتي. سمك الجهاز 4 سنتي. هنشوف بقى طريقة التشغيل وايه الالعاب اللي موجودة عليه وبيشتغل على جهاز ايه او على شاشة ايه. طريقة التشغيل طبعا بسيطة جدا. اول حاجة هنيجي على الجهاز وهنشغله HDMI. زي ما قلنا في بداية الفيديو، الجهاز ده مش بيشتغل فيديو اوديو، بيشتغل HD طبعا للشاشات السمارت اللي بتشتغل HD، وطبعا دي بتوفر جودة عالية جدا معاك، احسن من الAV. الAV اللي هي ايه؟ اللي هي الفيديو الاوديو، اللي هي الكابلين دول الاصفر والاحمر اللي بيركبوا في التلفزيون، بيوفروا صوره كويسه لاتاري ماريو اللي موجوده عندنا برضو. ليه؟ في تلفزيونات طبعا بتشتغل يعني بيبقى فيها مدخل الاي في ده بس، ما فيهاش مدخل اتش دي ام اي، فساعتها انت ممكن تشتري الاتاري ماريو اللي بيبقى مدخله الاي في. لكن لو عندك جهاز او شاشه كبيره مثلا 50 بوصه اكبر من كده، هوم سينما الكلام ده كله، او عايز تشتغل على شاشه حتى 32 بوصه عشان تلاقي صوره كويسه، فانصحك بالجهاز ده طبعا، وعليه العاب كتير بجوده الاتش دي. نشوف بقى طريقه التشغيل. المدخلين زي بعض اهم، اتش دي ام اي. هنوصل مدخل في الجهاز كده بالشكل ده كده، وهو طبعا بيجي معاه ادابتر او شاحن عامل زي شاحن السامسونج لو خدت بالك كده، هتلاقيه زي شاحن الموبايل. فدي برده حاجه كويسه جدا، لا قدر الله لو باظ مجرد شاحن موبايل وهتشغله بيه. ده لو انت يعني مش حابب تشتري قطع الغيار من عندنا على موقع اوكازيون، لان موقع اوكازيون بيوفر لكل انواع الاتاري مش ده بس، قطع غيار اصليه موجوده على الموقع تقدر تشتريها منفرده من غير الجهاز. فده بيطمنك وانت بتشتري ان انت بتشتري من مكان محترم لقطع غيار، لو لا قدر الله حاجه باظت منك وارد، وارد لان دي اطفال بتلعب بيه. والادابتر كمان فيه لمبه اشعارات. كده احنا وصلنا الجهاز. طيب هنا برضو هنوصل الدراعين زي دراعات بتاعت زمان. المدخل نخلي بالنا برضو من السنون ونخلي العاله بتاعتها مظبوطه، اظن هي كده واضحه، من فوق اكبر وتحت اصغر، هنا من فوق اكبر وتحت اصغر. هنوصل كده ونخلي بالنا من السنون. هنوصل طبعا الدراعين لو احنا هنلعب العاب زوجيه طبعا، ده
تمام كده وصلنا الدراعين وكده وصلنا الجهاز. نشوف بقى ازاي بنوصله في الشاشه، اي شاشه سمارت زي ما قلنا فيها مدخل اتش دي ام اي، وهنوصله دلوقتي ونجربه على شاشه. طبعا دي شاشه 32 مختلفه عن اللي احنا كنا بنصور عليها طبعا الاتاري الماريو العادي. برضو الشاشه اللي اصغر منها برضو فيها اتش دي ام اي، ولكن انا هنا عايز اوريك جوده الصوره على الشاشه الكبيره هتبقى عامله ازاي مع الجهاز الاتش دي اللي احنا بنراجعه النهارده. طبعا ظهر الشاشه، الشاشه برضو زي ما قلنا فيها مدخل الاي في وبرضو فيها مدخل الاتش دي ام اي، مدخل اتش دي ام اي 1 و2 هنوصل في اي واحد فيهم عادي مفيش اي مشكله. يبقى كده احنا وصلنا الكابل بس في الشاشه والجهاز اهو، هنوصل بعد كده الادابتر في المشترك. حاول تبعد اي فيشه مشترك عن الشاشه والاتاري، يعني يبقى في مسافه حوالي متر او 2 متر كافيه، مش بس في الاتاري ده، في اي نوع اتاري ماريو سيجا اي اتاري لازم يبقى المشترك بعيد عن الشاشه عشان ما يعملش معاك زي خطوط كده في الشاشه. وباكد عليك تاني ده لاي نوع اتاري مش ده بس. خلاص كده احنا شغلنا التلفزيون ووصلنا المشترك بتاع الجهاز زي ما قلنا، ووصلنا الوصله اتش دي ام اي. اهم خطوه واللي ناس كتير ممكن تكون بسيطه وناس كتير ما تبقاش عارفاها، هنيجي في ريموت التلفزيون هنلاقي ازرار عليه سهم كده او بيبقى كلمه مود مثلا، بيبقى مختلف حاجات بسيطه ولكن هو ثابت، اللي هو بنقل بيه الاختيارات من الاي في زي ما قلنا اللي هي الفيديو والاوديو اللي هي الاصفر والاحمر، وعندنا طبعا زي ما شفنا ورا مدخلين اتش دي ام اي. انا طبعا موصله في مدخل اتش دي ام اي 1 او 2، هنشوف احنا موصلينه في ايه وهنختار. كده اخترنا خلاص اتش دي ام اي، كل اللي عليك دلوقتي ان انت تشغل الجهاز. هتلاقي اللمبه نورت معاك هنا اهو زي ما قلنا دي لمبه الاشعارات، وخلاص كده الجهاز اشتغل. طبعا كده الجهاز اشتغل معانا وبيتقسم طبعا لست قوائم، تمام؟ كل قائمه من دول فيها العاب معينه، تمام؟ وكده الجهاز اشتغل. طبعا هتقدر تتحكم بيه الجهاز الماستر اللي هو رقم واحد، تقدر تختار منه من القوائم. اول حاجه هنلاقيها اكشن جيم، شوت جيم، سبورت جيم، وفايتنج جيم، وريسنج جيم، وبازل جيم. دي مجموعات متقسمه وهنشوف كل مجموعه فيها ايه. طبعا لعبه ماريو المشهوره طبعا واللي احنا بنحبها هنلاقيها على اكشن جيم. زي ما قلنا هنمسك الدراع اللي هو رقم واحد مش الثاني، هنلاقي حتى بيتحرك معانا، لو جينا شفنا الثاني مش هيتحرك معانا اهو، ما فيش تحرك، لازم انا امسك الدراع الاولاني كده. وطبعا بدخل بالزرار الازرق، دخل لي في اول قائمه من الست قوائم فيها 88 لعبه في القائمه الاولانيه، لعبه سوبر ماريو. ما تقولش انها متكرره، كل واحده من دول مختلفه، وطبعا هنشوف ايه الفرق. خلينا ندخل على اول واحده طبعا بالازرق مش بستارت، دي كده اول واحده. طبعا ممكن اختار لاعب واحد او اتنين، خلينا نجرب الاول دلوقتي لاعب واحد طبعا بزرار ستارت. طبعا الجوده زي ما حضراتكم شايفين كده جوده اتش دي، طبعا جوده الاتش دي معروفه يعني. ودي كده اول لعبه ماريو موجوده على الجهاز. حبيت ان انا اخرج وارجع تاني هدوس على الزرار بتاع ريسيت، هيجيب لي قايمه من اول وجديد اللي فيها ست العاب زي ما قلنا هندخل فيها تاني، عشان لو الناس فاكره الالعاب متكرره ولا حاجه. هندخل عادي على سوبر ماريو الثانية، مختلفة خالص عن اللي قبلها. دخلنا في أول اثنين والثالثة مختلفة زي ما قلنا والرابعة وهكذا، في حوالي 12 أو 11 لعبة ماريو، ماريو بس، يعني ماريو بقى مثلا خلينا احنا ايه اخترنا، خلينا نختار رقم 10. ندخل عليها ونشوف طبعا شكلها زي ما قلنا كل واحده من دول مختلفه عن الثانيه. انا هنا برضو بوريك الالعاب ووريك انها مختلفه. التريجر ده جميل جدا وعاجبني بصراحه، ومختلف ومميز عن اجهزه ماريو اللي موجوده في السوق، شكله جميل جدا. طبعا العاب سوبر ماريو كتير، ولكن هي رقم 11 الكلاسيك اللي هي القديمه، والتسعه ولا ال10 اللي قبل كده زي ما وريناكم بعضهم، طبعا مش هقدر في الفيديو اوريك كله، انت هتكتشف بنفسك. هندخل طبعا على سوبر ماريو الكلاسيك العاديه بتاعتنا اللي احنا كنا نلعبها زمان، ولكن بجوده اتش دي. بص الصوره معايا، مهما كانت الشاشه كبيره مثلا 50 بوصه او اكبر،
الجودة عمرها ما هتقل معاك، والجودة نظيفة جدا زي ما حضراتكم شايفين انها شغالة بمدخل HDMI. في حاجة عايز اقولها برضو في لعبة ماريو لو الناس نسيتها انا بفكركم بيها، الماريو ممكن تلعب اتنين ولكن مش اتنين هيلعبوا هنا، لا هتلعب محاولة بالماريو الاحمر والمحاولة التانية بالدراع التاني هيبقى ماريو اخضر، مش الاتنين هيلعبوا مع بعض، لا هو واحد يلعب الاول بالدراع الماستر اللي هو رقم واحد، وبعد ما المحاولة بتاعته تخلص هينزل الدراع التاني. ما تيجي نشوف هنلعب زوجي، نختار زوجي بالسلكت ده اللي هو التاني ده، وبعد كده ندوس ستارت. كده المحاولة الأولانية خلصت وبقى معانا ماريو الأخضر، وطبعا لو جينا نتحكم بالدراع الماستر جه يتحرك كده مش هيتحرك معانا، ما بيتحركش معانا اهو. طبعا لو جينا مسكنا الدراع التاني هيتحرك معايا عادي انا ونط. طبعا لسه في الاكشن جيم في اول واحده ومستمرين معاكم، هنلاقي رقم 24 سونيك اللي موجوده في جهاز السيجا. اوه سونيك اللي موجود على جهاز سيجا موجوده في الجهاز ده، يعني كأنك شاري ثلاث أجهزة في جهاز واحد. سوني اللعبة اللي معلمة مع جيل التسعينات كله. لسه برضو في 88 ان 1 اللي انا شفتها سريعا كده سونيك وسوبر ماريو، وانا برضو هقلب كده اوريكم 88 لعبة في سبايدر مان برضو. تمام برضو موجودة تلات نسخ مختلفة، ودي الالعاب اللي موجودة برضو انت انا بعرضها لك في الفيديو عشان تبقى عارف اللي موجود. كده دي برضو قائمة في انجري ماريو، ماريو الغضبان، في العاب كتير، في ماريو برضو تاني. 88 لعبة دول انا جبتهم لك. هنرجع بقى زي ما قلنا للقائمة اللي بعد كده عشان تبقى عارف كل القوائم موجود فيها العاب ايه. الناس بتسألني الالعاب ايه، خلينا في الشوت جيم ندخل عليها. 94 لعبة في القائمة عليها كونترا وسوبر كونترا. كونترا طبعا معروفة اللي موجودة في اتاري ماريو، زي ما قلت لك انت شاري جهازين في جهاز، انت شاري جهازين في جهاز. كونترا فتحتها لقيت فيها العاب كتير قوي، كونترا بقى مش عارف ايه، كل دي كونترا، كل دي كونترا، اخش في اي واحده فيها. طبعا كونترا دي لعبه مصارعه مشهوره ممكن تتلعب بلاعب واحد او اثنين زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لعبه كونترا ممكن تلعب بلاعب واحد او اثنين، احنا هنا بنلعب زوجي. انا هلعب الدراع الثاني دلوقتي، ولكن ده الدراع الاولاني اهو، نقدر نتحرك يمين او شمال كده اهو وبيضرب. والتاني الاحمر ده اللي هو الدراع الثاني اهو، الدراع الثاني اهو الاحمر والدراع الاولاني، تقدر تلعب بالاثنين معا. 94 في لعبه واحده، وزي ما دخلنا على كونترا بس الاولانيه هنا فيها برضو العاب اكتر، يعني مش 94 فيها اكتر. طبعا انا هجيب لكم برضو الالعاب واللي هلاقيه مهم قوي هدخل عليه، ولكن انا هعرض لك اسامي الالعاب عشان تبقى عارف ايه الالعاب الموجوده. لعبة حرب الفضاء موجودة برضو على الجهاز. بقى على سبورت جيم فيها 43 لعبة في لعبة واحدة او في قائمة واحدة، طبعا العاب مصارعة كلها هجيبها لك برضو في الاول، وهجيب لك لعبة منهم بس كده عشوائي وانا بقلب. خدت بالي ان دي العاب كورة، وفي لعبة اسمها فيفا 2006 لعبة كورة يعني، وفي لعبة تنس، فدي وانا بقلب حبيت برضو وبرضو كلها تقريبا العاب كوره اللي هي القايمه اللي احنا لسه فيها. ولكن خلينا نجيب مثلا اول قايمه ونلعب اول لعبه. فايتنج جيم بقى اللي هي اللي فيها سلاحف النينجا فعلا زي ما احنا عاملينها، ندخل عليها سلاحف النينجا اهي، ندخل على اول واحده ندور على سارت، هي دي اللعبه. اهي سلاحف النينجا، اتحرك
الصورة طبعا جميلة جدا. لعبة سلاحف النينجا فيها 46 لعبة، في لعبة واحدة اللي هي قايمة اللي فيها سلاحف النينجا. احنا دخلنا على اول واحدة، ندخل برضه على ثاني واحدة عشان نشوف هي متكررة ولا لا، يعني ايه القصة بتاعتها. طبعا دي سلاحف النينجا اهي، سلاحف النينجا ممكن تلعب واحد او اثنين تختار بينهم. اوه مصارعة طبعا، انا مش بلعب لسه. بسرعة برضو ولكن مش هدخل فيها عشان وقت الفيديو، هجيب لك القايمة تقريبا كلها نينجا. باتمان فيها باتمان تمام، انا بوريك اهم حاجة يعني. الالعاب زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده مش متكررة، حتى لو نينجا ونينجا زي ما احنا دخلنا كده بتبقى مختلفة عن اللي قبلها. دول 46 لعبة في القايمة الرابعة. هنجيب بقى الريسنج جيم العاب السباق، وفيها 25 لعبة في لعبة في قايمة واحدة عفوا. دي اول قايمة، تانية، تالتة، دول 25 لعبة فعلا. فخلينا ندخل على اول واحدة ونشوف ايه هي. لعبة سباق تختار طبعا الطريق. طبعا دي شكل الشاشة الرئيسية بتاعت اللعبة، لعبة السباق. وهنلعب دلوقتي، فيها عداد بالسرعة يعني العاب الكلاسيك ولكن بجودة زي ما قلنا العاب اتش دي. اخر قايمة اللي هي البازل جيم، وهنشوف فيها كام لعبة. فيها 325 في القايمة دي. هحاول برضو ايه انجري بيرد، فيها لعبة الانجري بيرد تمام. هحاول برضو اجيب لكم القايمة سريعا كده. الناس اللي تسال على ايه الالعاب اللي موجوده على الجهاز، انا بعرضها بالتفصيل. مفيش تفصيل اكتر من كده غير ان انا العب لعبه موجوده على الجهاز، وساعتها وقت الفيديو هيعدي الخمس ست ساعات. مفيش لعبه مكرره زي ما احنا شايفين. ندخل برضو على اول لعبه، ندخل على لعبه او اتنين من القوايم ونشوف تبقى ايه. يعني المفروض ان المكتوب بازل، اللي هي شكلها مش لعبه بازل، شكلها لعبه اكشن. مش عارف، انا مش عارف بتلعب ازاي بصراحه. شكلها لعبه مسليه يعني. انجري بيرد او نشوفها برضو. لعبه طبعا جوده محترمه، لعبه الانجري بيرد موجوده على الجهاز. ودي تاني واحده انجري بيرد موجوده في الجهاز برضو، خلينا نشوفها برضو. العاب عجبوني بصراحة، الفاينل ميشن والكروس فاير والاليانس اللي هي الفضائيين برضو عجبتني اللعبة. فخلينا نشوف كروس فاير عاملة ازاي. عجبتني اول لعبة دي، اقول لك ستارت لعبة كروس فاير. طبعا انت تتحرك ومسارعة، فعجبتني اول اللعبة دي. طبعا لقيت علاء الدين موجودة في الجهاز رقم 50، هنشغلها دلوقتي. دي لعبة علاء الدين موجودة على الجهاز. في حاجة برضو عايز اقول لك عليها، لو انت جوه القايمة دي اللي هي فيها الست قايم اللي كل قايمه فيها لعبه زي ما احنا شفنا، انا مثلا دخلت هنا عن طريق الزرار الازرق زي ما قلنا، دخلت في القايمه دي مثلا وعايز بدل ما ادوس على الزرار ده ريسيت، ممكن عادي في الدراع في زرار زي ده، الزرار ده اضغط عليه كده هيرجعني للقايمه اللي بره زي ما حضراتكم شايفين كده. وادخل مثلا على الشوك جيم مثلا واشوف برده الالعاب ما عجبتنيش حاجه، هاجي اضغط على ده تاني اوضح
الزرار ده هيرجعني بره. طبعا هرجع لاول واحده لقيت فيها لعبه برضو عجباني اللي هي الاكشن جيم اللي هي ماريو. لقيت فيها لعبه اسمها هوم الون رقم 30 اهي. هدخل عليها وهشوفها. لعبه هوم الون عجبتني برضو من الالعاب كويسه على الجهاز اللي هي ايه زي ازاي تخنق جارك. لعبه برضو كويسه زي لعبه ازاي تخنق جارك. طبعا لو قفشك خلاص كده زي لعبة ازاي تخنق جارك بس جميلة جدا. لعبة سبايدر مان عدينا عليها برضو سريعا بس لما دخلتها هو سبايدر مان بس مرهق شوية. عجبني اللعبة برضو زي ما قلنا بنلعب بالاجزاء دي عادي تقدر تلعب بيها. وطبعا الزراير برضو نفس الكلام يعني انا بلعب بده والاتنين دول. لعبة باتمان معرفش بقى يبقى مرهق شوية زي سوبرمان ولا لا ولكن ده باتمان اهو. لا مش مرهق هو باتمان فعلا. طبعا تقدر تتحكم كده زي ما قلنا. وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكون المراجعه افادت حضراتكم. طبعا رابط الشراء الخاص بالمنتج اللي انا جربته وبعرضه لحضراتكم في الفيديو فقط ماليش دعوه باي منتج مشابه في السوق موجود على موقع اوكازينتو.com. التجربه قبل الاستلام هسيب لك الرابط اسفل الفيديو تحت في التعليق. منتج مميز 6 قوائم كل قائمه فيها العاب يعني حوالي 621 لعبه من العاب الكلاسيكيه زي سوبر ماريو مثلا من اهم الالعاب اللي تربينا عليها وجوده اتش دي. الرابط اسفل الفيديو تحت في التعليقات وشكرا.